لوموني في الجمال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا وحي الله محبين الدجاج. اليوم رايحين المطعم دجاج، ما هو طبيعي، مسوي ريبراندنج، طالع بشكل جديد، والاكيد انه طالع اكل ألذ. فخلونا اليوم نروح نجرب مطعم كلك ونقول بسم الله. رحت كلك وطلبت الطلب، جينا على المحل الجميل اللي ديكوراته بسيطه جميله حلوه، والفرع نفسه دورين، وتشوفون كيف اضاءه الشمس قاعده تدخل وتعطي جماليه لهذا الفرع. جانا الطلب طبعا زي دائما، اول شيء نبداه نحط طاولتنا الكريمه. خلونا نشوف اول شيء من المقبلات اللي معانا اليوم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تشوفون البوكس الجميل يقول هو سيد كلك. خلونا نتامل شوي في اللون الذهبي الجميل والطبقه المقرمشه اللي على هذه الدجاجة الحلوة، وخلونا نبدأ ونقول بسم الله. طبعا ما راح نبدأ إلا معنا أشكال والوان الصوصات. دائما أقدر محلات الدجاج اللي يكون عندهم أشكال والوان من هالصوصات. في صوص عندهم ما هو طبيعي، هذا الشيء الجميل، هذا سموكي صوص. فبكل بساطة تأخذ الصوص الخرافي هذا، تأخذ لك قطعة الدجاج الذهبية اللي تشوفها قدامك، ونديله تغميسة. يا ساتر، شوف 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 يلوموني في الجمال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الصوص السموكي هذا شيء ما هو طبيعي، بس خلونا ننوع بهذه الصوصات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يحب الدجاج المقلي يبغى ياكل الدجاج طبقته الخارجيه مقرمشه وهشه، اكل غريب وجديد عليه، زائدا دجاجه طريه مره طريه، لازم يكون احد تجاربك. يعني خلونا نشوف بدون اي ضغط، على طول انقسمت معك الدجاجه نصين، قرمشه مش طبيعيه. هذا كان اول شيء معانا في المقبلات. خلونا نشوف ثاني شيء معانا اليوم. الجمال اللي تشوفونه قدامكم هذه قطع الدجاج المقرمشه المغطاه بصوص الميبل وعليها شويه رانش. يا عيني، يعني شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا القطعه اللماعيه هذه اللي تلمع. طبعا انا ما راح اخليها في حالها، انا لازم اغطسها في الصوص هذا اللي عشقتها صراحه، سموكي صوص سموكي، اضافه نوعيه في مطعم كلك، واحد من اقوى الصوصات اللي تاخذها من مطعم الدجاج. بسم الله. وصخت نفسي، هذا نحط طاوله. بس اللي يحب اللغويص يعرف انه ما تكمل اللغوصه لين تاكل، توكل لبسك وكل شيء معك قاعد ياكل. ميزه الدجاجه هذه اللي قاعد تشوفها قدامك، الطبقه الخارجيه حقتهم مره مقرمشه. اذا كانت الطبقه الخارجيه اللي خلقه وحنا ناكل ستريبس كانت طريه مغمسه في ميبل صوص، وش تتوقع اللي بيجي؟ اللي بيجي ان الدجاجه هذه نفسها تذوب في فمك من الاخر. فاذا تبغى دجاجه اللي يكون فيها حلاوه وتذوب في فمك، قضمات الميبل فعلك. يعني انا ما ادري لاحظت ولا لا، ولكن اللقمه نفسها تروح بدون اي مقاومه. شوف كميه طراوه في الدجاجه مش طبيعيه. تعودت على البرجر الدجاج بخبز البرجر اللي نعرفه، لكن هم مسوين شيء جميل اللي هو الساندو. فالتحفه الفنيه اللي قدامنا اليوم هي ساندو تبع كلك. على الجمال اللي قاعد تشوفه قدامك، شريحتين التوست اللي حجمها اكبر من العادي بشوي ومحمصه مع الجهتين في النص. شوف الدجاجه المقرمشه الغنيه. قول بسم الله الرحمن الرحيم. ما يمديك تاكل الا كل الدنيا ذايبه في فمك. حب الدجاج المقلي راح تنبسط. كلك عندي برعايه صوص سموكي هذا، فعشان ندبل النكهه نخلط صوص الساندو الموجود اساسا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرني في ايش صوص سموكي؟ ليش احبه؟ يمكن الصوص الوحيد اللي اذا قال لك سموكي وتحس فيه طعم التدخين، اتوقع كان بكتيسي صوص. الشيء هذا اللي يضيف تدخين في الصوص موجود هنا، فشيء قوي، شيء لازم تجربه. انا حبيت الصوص هذا، عرفت اللي حب من اول لقمه، هذا اللي صار. بناخذ خطوه لورا شوي ونخش على المقبلات. هذا هو الفرايز اللي فيه الغويص، تتوقع ان تحته فرايز عادي، لكن هذه البطاطس نفسها مشرحه شرايح وبقشرها، وهنا الدجاجه المقليه الجميله حقتهم، واحده من اطرى الدجاجات. ارجع واقول ما تصدقني، روح جرب وعلمني. بسم الله. يعني ايش بصل مكرمل، ايش بطاطس، ايش صوصات. تحب اللغوصه تكون سعيد بهذا الطبق. طبعا نجي للساندويتشز الحين. هذا اللي معانا هو الكلاسيك، بس انا صراحه اغراني في طريقه فتح الصندوق، اسوي انبوكسنج. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الا 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 ايش الحركات.
فهذا اللي تشوفونه قدامكم هذا الساندويتش كلاك، هذا الكلاسيك. تشوفون الخبز الجميلة اللي لونها جميل ومحمصة واسفنجية جدا. قول بسم الله الرحمن الرحيم. القرمشة حكاية، القرمشة حكاية. طبعا عشان ما تزعل علي الصوصات الثانية أبحط صوص الساندو، عشان مرة ما تحسوني يعني متحيز لصوص السموكي حطينا صوص الساندو اليوم. أنا بيني وبينكم صوص السموكي واحد من أقوى الصوصات، بس خلونا نأكل. قول بسم الله الرحمن الرحيم. لغوصة تشفي غليل لك يا أخي. عظمة عظمة عظمة. طبعا أنا لاحظت شغلة في البوكس، صح إن طريقته حلوة بس شوفوا هنا، عشان الظاهر حتى لو تطلب دليفري الفتحات التهوية هذه تحافظ على قرمشة الأشياء المقلية، فمركزين على أدق التفاصيل، بس أفضل أنك تروح تأخذها من عندهم. والجمال هذا هو دجاج سموكي، هذا الصوص عظيم. خلاص هذا حبيبي، حبيبي في هذا المطعم هو صوص سموكي. بسم الله. المكس له بصوص ثاني. نقول بسم الله. يا سلام، وديها ما ترحمهاش. بسم الله. هذا كلاك. نقول بسم الله. الخبز الاسفنجيه، شوفوا الخبزه لو اقول كذا تبدا تشقق معي على طول عشان تعرفون قديش هي طريه. بسم الله. ساندويتش كلاك جميل ترى. خلاص في واحد اكلته حسيت اني صرت متحيز له الحين، فهل في شيء ثاني يفك التحيز؟ نشوف اخر واحد معنا اليوم. الميبل هو اللي راح يكون اكثر او اكثر واحد في فرق بين الباقيات، لان الدجاجه نفسها هذه صارت مغمسه في صوص الميبل، فنوعيه القرمشه طريقه ذوبان الدجاج تختلف بشكل كامل زي اللي صار معانا في البايتس. فاذا تحب الدجاج يكون عليه شويه حلاوه من صوص الميبل راح تنبسط على هذا الساندويتش. خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالضبط نفس ما توقعت، نفس اللي صار معنا في الميبل بايت، الطبقة الخارجية المقرمشة اللي حطيتها في الصوص هذا تلين شوي تصير مقرمشة، بس انها الساندويتش كله من اول لقمة يقول وين راح ما تدري، ذوبان عالي جدا بس انها تكون على حلاوة. بالنسبة للاكلات نفسها عندك ستريبس، هذه عشان تستمتع بالدجاجة كذا الصافية وتبدأ تقرمشها او تغمسها بالصوصات وتغمس وتعيش. وعندك الساندو اللي راح يكون شيء مختلف عن الدجاج المقلي اللي تعرفه او مطاعم الدجاج المقلي اللي تعرفها، لان اضافه حلوه نوعيه الخبز مختلفه اللي التوست المحمص الجميل صوص الساندو اللي موجود عليه. بالنسبه للساندويتشز تقدر تاخذ الكلاسيك وبعدين تلغوص بالصوصات. انا عن نفسي ما راح اخذ كلاسيك واحط عليها الصوصات الثانيه، انا عن نفسي انا عارف انا بروح كلك باخذ لي سموكي، باخذ لي الساندو، باخذ لي الدجاج المقرمش اللي باخش فيه على كل الصوصات والفرايز اذا كنت محتاج اني الغوص وادسمها صح. فهذه كانت تجربتنا الجميله في كلك. اذا تحب الدجاج المقلي ما جربته صدقني انك فوت شيء كثير.